هلا والله من جديد ساعة شباب مكمل في آخر الفقرات لأولى حلقات هذا الأسبوع، ولابد يعني نتطرق دام إنه في أولى حلقات هذا الأسبوع نتطرق لفقرة من فين تبدأ اللي بنسلط فيها الضوء على أمور كثيرة جدا في حياتنا، نحتاج نعرف فعلا من فين نبدأ عشان نكمل بالشكل السليم. صحيح تراد، خصوصا موضوعنا اليوم راح يفيد الكثير من المبتدئين والمبتدئات من أصحاب المشاريع الصغيرة، لأنه اليوم مع ضيفنا راح نتعرف معاه على بعض الجوانب القانونية اللي لازم تتخذ قبل البدء في اي مشروع صغير. اسمحوا لي اكيد ارحب بضيفنا المحامي والمستشار القانوني احمد المدني. هلا فيك معنا في ساعة شباب. كيف امورك؟ ان شاء الله طيب. تمام الحمد لله. منورنا الله يسعدك. بدايه احنا نعرف قد ايش مهمه المشاريع الموجوده لرؤيه 2030 باذن الله، لكن بنعرف منك شخصيا قد ايش حتفيد وايش النقاط اللي لابد يعني يحطوها في بعين الاعتبار للمساله الاقتصاديه للفرد وللمجتمع لرؤية 2030. شوف، هو سابقا المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة ما كانت يعني ما كان مهتم فيها بالشكل الكافي يعني. مع رؤية 2030 جات مهتمة فيها بشكل كبير، من ناحية تمويلها، من ناحية الأنظمة اللي بتنظمها بشكل عام. يعني لأنه هذه مشاريع جدا مهمة عشان الاقتصاد الوطني. يعني في الدول الغربية المشاريع الصغيرة بتساهم بنسبة حوالي 70% في الاقتصادات. أوكي. تقريبا. فرؤية 2030 جات نظمت هذه المشروعات الصغيرة عشان تساهم في الاقتصاد. جميل. هذا بالنسبة للمجتمع، على الفرد الواحد مننا قد ايش بتضيف له شخصيا اقتصادا؟ طبعا هي بتساهم في الحد من البطاله، وبتساهم في الحد من الفقر، لانه اي واحد عنده هوايه مثلا مشروع معين يبغى يفتح في باله مشروع معين بيفكر فيه وبيلجا للاشخاص المسؤولين عن انشاء هذه المشاريع وبينشا المشروع حقه. حلو حلو. طيب استاذ احمد، في بعض اللبس اللي بيواجهوه الشباب فين في التفريق بين المؤسسه والشركه من ناحيه الملكيه وايضا التبعات القانونيه، فيا ريت تعرفنا ونعرف الفرق اكثر بين المؤسسه والشركه. المؤسسه بتكون عباره عن شخص واحد هو اللي بينشئها، تمام، وبمارس فيها أعمال تجارية. الشركة بتكون من عدة أشخاص، والآن استحدث نوع جديد من الشركات يسمى الشركات من شخص واحد، بيأسس شركة بيكون صاحبها شخص واحد فقط. تمام. بالنسبة للمشاريع الصغيرة يعني يفضل أنه تكون مؤسسات على حسب المشروع. دحين في محلات تجارية، في محلات تجارية، في مؤسسات، في شركات، فلازم هو يفرق إيش يبغى بالضبط عشان قصدك يكون اساسه صحيح، يصير عشان الاساس بالضبط. بالضبط عشان يعني يكون نقدر الأساس نقول صحيح. على حسب المنتج او المشروع اللي هو بيسويه يختار اذا كان شركه او مؤسسه. بالضبط. صحيح. بالضبط. او انه محل تجاري. يعني احنا بنشوف كثير من الاشخاص بيفتحوا محلات تجاريه في انشطه متنوعه ما بتكون هي مؤسسات. يعني لها أنظمة مختلفة تماما. حلو. طب أستاذ أحمد، برأيك المشاريع الصغيرة للشباب والشابات المبتدئين إيش أفضل لهم، يكونوا مؤسسة أو شركة؟ والله إحنا ما نقدر دحين نحدد، لازم يشوف إيش النشاط اللي هو يبغى يمارسه وعلى أساسه يتم التحديد. بس حلو. غالبا تكون مؤسسة، يعني في مؤسسة تجارية. يكون نعم نعم مؤسسة تجارية. نعم. طيب جميل، خلينا نحدد. طيب نعرف أهمية تحديد الهوية التجارية المناسبة لأي مشروع عشان تضمن استمراريته. يعني ذكرت حاجة مرة مهمة أستاذ أحمد، إنه اللهم صل على محمد، أيوة، إنه لازم النشاط يتناسب مع إذا كانت مؤسسة أو شركة. بس نبغى نعرف بعد ما اخترنا قد إيش مهم لي إن أنا أبني عليه بشكل الصحيح، أو حتى ممكن يعني أحول مثلا من مؤسسة لشركة. يعني مسألة التحويل هذه في ناس يبدأوا بشكل بسيط يقول لك أنا ما أبغى أكبر، ما بكبر مشروعي، فجأة يصير المشروع جدا ناجح وبيكبره ويبغى يعطي مساحه اكبر له. ايش قد ايش القابليه موجوده في تكبير المشروع؟ والله شوف، هو الواحد دحين لما يبدا في مشروع يعني بيبدا وفي العاده مشاريع صغيره. ما ينفع انه يجي يفتح محل تجاري، محل عادي، ويقول انا ابغى اسوي شركه كبيره، لانه الانظمه اللي بتحكم الشركات مختلفه تماما عن المحلات. صحيح التجارية. هذا كلام صحيح. تماما مختلفه. يعني الالتزامات فيها اكبر بكثير من المحلات. صحيح. التجاريه. صحيح. فهذا بيأثر عليه في المستقبل في الاستمرارية. طب إيش الحل؟ هل لازم أفتح يعني مشروع مختلف تماما، ولا أطلع منه فرع، ولا إيش ممكن أسوي؟ والله يشوف الحل زي ما قلت لك سابقا، هو يشوف إيش يبغى يفتح بالضبط. يعني يشوف هدفه، إيش المجال اللي يبغى يفتح فيه، إيش المشروع،
ايش السلع اللي يبغى يبيعها، السلع اللي يبغى يقدمها للمواطنين. انا ليش اسالك تحديدا وقاعد ادقق في هذا السؤال؟ عشان في ناس عندهم مؤسسات صغيره طيب ويبغى يحولوها لشركات، فابغى بس نعطيهم لو في اي امكانيه قانونيه بالشكل الصحيح تحولهم لشركه من غير ما يضطروا يفتحوا سجل اخر ويعني تصريحات جديده يعني تاخذ منه وقت اطول، هذا كل ما في الموضوع. يعني اذا كان هو فاتح مؤسسه من شخص واحد يبغى يحولها يعني شركة. يبغى يدخل معاه شركة في المشروع هذا طبعا لازم يحولها لشركه. ايوه بس برضو ارجع اقول لك على حسب المشروع، برضو يفترق على حسب المشروع. يعني احنا ما نقدر نحدد والله انه لا انت افتح شركه افتح مؤسسه، لازم يشوف ايش المشروع اللي يبغى يفتحه على اساسه على اساسه. حلو. طب اذا تكلمنا استاذ محمد بالنسبه للتمويل ومصادره، نبغى نعرف ايش فوائده، ونبغى نعرف يعني فوائده بالنسبه للاستمراريه في نجاح المشاريع الصغيره. شوفي بالنسبه للتمويل يعني المشاريع الصغيره لما صاحب المشروع هذا يجي يبغى يفكر انه يفتح المشروع بدايه تمام، لازم يشوف ايش هو المشروع وكم الكوست حقه وايش يبغى يبيع تمام. وعلى هذا الاساس ياخذ التمويل. ما يجي والله يبغى يفتح محل او مؤسسه صغيره ياخذ تمويل عالي. ايوه كده حتصير الالتزامات عليه جدا كبيره وفي المستقبل حيكون صعب انه يسدد هذه الالتزامات وحيضطر انه يقفل. والخساره والخساره كلها حترجع عليه على ذمته الماليه هو. ايوه فلازم يحدد ايش يبغى يفتح وعلى هذا الاساس ياخذ القرض او التمويل. حلو والله بس تبعاتها صعب، الواحد لازم يركز طبعاً. تمام طبعا. طب بالنسبه لتحرير العقود، اغلب انا ولمي دائما بنشوف ضيوفنا بيشرفونا ما اعتقد عندهم الخلفيه لمي على حكايه العقود او تحريرها او ايش اللي لي وايش اللي علي للمستقبل عشان يضمن حقوقهم في المشروع اللي بيبدا فيه. يعني كيف انا ابدا اتعلم تحرير يعني اساسيات تحرير العقود واعرف كيف او اتعامل مع مين تحديدا عشان اضمن حقوقي الان ومستقبلا؟ شوف هو بالنسبه لتحرير العقود انت لازم يعني تراجع فيها المحامي، هو اللي يحرر لك العقود عشان يحميك من كل النواحي. هل في انواع المحامين؟ يعني اكيد في انواع. طيب ايش النوع اللي انا تفصيلا بسال عشان الناس تعرف ايش النوع اللي يلجؤوا له؟ هم يلجأوا لأي محامي. هذا الأنواع للمحامين ممكن تكون في الدول الأوروبية بيكون كل فرع له محامي شكل. حلو. تمام. أما في الدول العربية غالبا المحامي بيكون مختص بكل الأمور القانونية. أوكي يعني شامل. بالضبط. أيوة. فهو بيرجع للمحامي، المحامي بحرر العقود هذه بحيث إنه يحميه من كل النواحي. أوكي. ما في مشروع يبدأ إلا باللجوء إلى محامي أفضل شيء. هذا أفضل شيء. في ناس للأسف بيفتحوا المشاريع حقتهم وفي المستقبل بتصير في نزاعات مع الـ صحيح مع الـ وهذا بالضبط اللي كنت بسألك عنه أستاذ أحمد، صارت لهم مشاكل بيروحوا إيش بيستندوا على مسألة الجهل بالأنظمة الموجودة عندنا، فلأي مدى يجب على صاحب المشاريع أنه يكون ملم بالأنظمة القانونية للمشاريع الموجودة عندنا؟ شوف هو بالنسبة للجهل في الأنظمة والقوانين لا يعتبر به. يعني لما واحد يجي يقول انا ما كنت اعرف والله انه في نظام بيحكم الموضوع هذا يعني ما يعتد فيه. تمام. لازم انه يكون عالم في كل الانظمه بخصوص المشروع اللي يبغى يفتحه. طبعا بخصوص المشروع اللي يبغى يفتحه، مثلا يبغى يفتح مؤسسه يشوف ايش هي الانظمه اللي بتحكم المؤسسه وايش هي القواعد اللي بتحكم المؤسسه حقته ويكون على درايه كامله فيها. ما يقول انا ما كنت اعرف. اعتقد عشان يسوي دراسه الجدوى لازم يكون ملم بهذه الامور، اصلا ما حيقدر يسوي المشروع من غيرها. دراسه الجدوى انت بتروح على الشق المالي. ايوه هو بيدرسها من الناحيه الماليه والناحيه الاقتصاديه مو من الناحيه القانونيه. ايوه لانه اعتقد في بعض الجوانب يعني في لها علاقه بسيطه جدا على اساسها تقدر تبني ايش بتسوي او ايش بتعمل، فعشان كذا بقول اوقات لازم يربط هذا الامر القانوني بالامر المالي عشان يقدر. اكيد طبعا. أيوة. عشان المشروع يكون ناجح ويستمر لازم يربط الامور القانونيه في الامور الماليه عشان يستمر وينجح. طب حلو استاذ احمد، لو جيت انا حابه افتح مشروع مبتدئه ومشروع صغير، ايش اهم الاجراءات القانونيه اللي لازم اخذها بعين الاعتبار بدايه كاساسيات؟ يعني انا انصح الناس اللي يبغوا يفتحوا مشاريع جديده انه يشوف ايش المشروع اللي هو يبغى يفتحه. أيوة. تمام. هدفه ايش هو المشروع. وبعدين يشوف الانظمه حقته تمام ويراجع وزاره التجاره الوزارات يعني المعنيه في فتح المشاريع يبدا يفتح المشروع حقه، بس لازم يحدد ايش هو المشروع، ايش هو النشاط، وايش هو او ايش هي الهيكله التنظيميه للمشروع حقه او الهويه التجاريه للمشروع حقه.
هذه كأول ستيب بالضبط. طب بعد كذا الاشياء التفصيليه خلاص هي المفروض تجي مع الاشياء التفصيليه مع راي المحامي يعني؟ لا الاشياء التفصيليه هذه في لها مختصين، انا ما بتكلم كجهه وعلى حسب المشروع بالضبط على حسب المشروع، يعني هو بيفتح المشروع حقه بيسوي العقود حقته بيضبط كل شيء من الناحيه القانونيه وبيفتح المشروع. حلو اكيد. المحامي احمد المدني تشرفتنا بوجودك معنا اليوم، واتمنى يكونوا مشاهدينا استفادوا من المعلومات اللي قدمنا لهم هي ويبداوا مشاريعهم على طول. قلبناك اليوم خبرتك كمحامي وكمستشار قانوني، يعطيك العافية. شكرا. الله يعافيك. أسئلتنا كثير لكن عشان في ناس فعلا تحتاج تعرف تفصيلا وتستوعب بالضبط ولا تخطئ في بالضبط، يعني لازم الكل يكون عارف هذه الأمور القانونية عند فتح المشروع التجاري. شكرا لك. أكيد طبعا. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، يعني استنسنا كثير معاكم وبردودكم تفاعلكم، وننتظر أيضا تفاعلكم على إيميل البرنامج وهاشتاج ساعة شباب عشان نشوف إيش اللي ناويين عليه وإيش اللي حابين تشاركوا فيه أكثر، واللي حابين أيضا تضيفوا للبرنامج البرنامج منكم ولكم. أكيد. وبكذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا أكثر من ما استمتعتوا معانا اليوم. راح نشوفكم بكرة في نفس الوقت من الساعة 4 للساعة 5 على شاشة روتانا خليجية، وبكذا أقول لكم في أمان الله. معكم أنا لمياء غالب، أنا كنت معكم طلعت سندي، نلقاكم على خير وكونوا بخير في أمان الله. مع السلامة.